في الفاصل كنا بنتكلم مع كيكي أو كاميليا خالد، الفنانة اللي ظهرت على خشبة مسرح الأوبرا في مسرحية علاء الدين هي وزملائها من المدرسة، وغير كمان إن هي بطلة التنس، وطبعا زي ما أنتوا عارفين حفيدة النجمة الراحلة الجميلة زبيدة ثروت. احكي لنا بقى عن إحساسك والرياكشن أو رد الفعل بتاع الناس اللي كانوا بيتفرجوا على المسرحية، يعني مامتك وباباكي، هل مثلا حضروا معاكي بروفات قبل كده ولا فوجئوا بيكي على المسرح؟ هو البروفات ابتدت في نوفمبر لغايه اخر يناير، فمامتي وبابايا ما كانوش عارفين اي حاجه ولا كنت بقول لهم اي حاجه عشان عايزاها تبقى سربرايز. فاول يوم كان احنا عرضناها مرتين. اول يوم مامتي كانت خلاص عيطت على ما اعتقد، يعني انا كنت مبسوطه قوي بالرياكشن بتوع الاودينس والبيبليك، كل الجمهور اللي كانوا موجودين يعني كانوا مبسوطين قوي. كنت كل ما بمشي بلاقي حد بيقولي جاسمين جاسمين، كان احساس حلو كده. وكمان كانوا بيصوروا معايا، وكانوا كان حاجه يعني اكسبيرينس كانت تحفه، حاجه عايزه اعملها زي اصعب مرتين حاجه كمان. كانت ايه يا كيكي؟ يعني وانتوا بتستعدوا وانتوا بتعملوا بروفات، اصعب حاجه بالنسبه لك كانت ايه؟ هو الحفظ وانا انطق الكلام صح، عنا زي شهر بحاول انطق الكلام، قعدت كتير يعني معانا بس في الاخر طلعت حلوه. طب والثقه اللي احنا شايفينك بتغني بيها وبتستعرضي بيها وحركات واستعراضات وغنى واداء، يعني جبتيه عملتيه ازاي ده كله؟ كنت لما ابتديت كنت لسه خايفه ومش عارفه اعمل ايه، بس اكيد المدرسين مدام روبر بتاعت التمثيل ساعدتني ان انا ابقى شجاعه على المسرح، ان انا ما اخافش، فساعدتني قوي يعني. برافو عليكي.